لا اله الا الله نحن نقاتل الجمهور. نعم ان هون اخواننا المرابطين على هذه النقطه مباشره. الله اكبر. السلام عليكم. السلام. 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 هاي هون اخواننا المرابطين في هذه النقطه، والاخ رفعت احد القاده العسكريين الموجودين في هذه النقطه. الله يحميكم يا شباب. بس هيك حبينا ناخذ فكره، يعني توضعنا بصورتها كيف عم تدبر اموركم بهالبرد القارس. والله الحمد لله بعد ما تم عمليه اخذ الحاجز من العصابات الطاغيه كانوا مكسرين بعض أشجار الزيتون، فبعد ما ذهبوا وأخذنا الحاجز جبنا الأشجار وعم ندفع عليها ولله الحمد، والحمد لله رب العالمين أمورنا كويسة. يعني عم تدفعوا على أشجار الزيتون؟ أشجار الزيتون اللي هنو أزوها، اللي قطعوها وكسروها. نحن بعد ما كسروها أخذنا الأشجار ووضعناها للتشرين من أجل أن ندفئنا أنفسنا. في برودة تشرب يعني البرد شديد، البرد خالص، والدنيا جو يعني برد الحمد لله، بس الامور كويسه مرابطين ومساتين. حتى لو كان برد اكثر من هيك احنا ساتين ومرابطين. طيب هي التدفئه اللي عم تقوموا فيها يعني من الارض عم تشوفوا عم يجيكم شيء مساعدات؟ والله شيء بسيط الحمد لله وماشي الحال، الامور كويسه بس مو هالمساعدات القويه. يعني ماشي حالنا. مساعدات تدفئه بتجيكم شيء تدفئه؟ تدفئه لا ما بتجينا. وغذائيه عم تجيكم قليل؟ غذائيه تجينا. طيب هذا البرد القارس وهذا الصقيع ما نال من عزيمتكم، خفت عزيمتكم؟ لا لا الحمد لله، من يكن مع الله فلا خوف عليه، ما مخاف، ما دام رب العالمين نحن مع الله والله معنا ما مخاف، لا من برد لا من غير برد. نحن يا اخ طلعنا من اجل الجهاد وخرجنا من الجهاد، لا بنشعر لا ببرد، نحن هدفنا بهالحياه واحد هو اسقاط النظام والشهاده باذن الله. ان شاء الله. عندنا مجاهدين وعندنا مقاتلين كلها عزيمتها الشباب، كلها عزيمتها قويه، كلها ما بخافين لا من برد ولا من رصاص. الله يعطيك العافية يا شباب. يلا السلام عليكم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا اهلا وسهلا. سيادة الرائد، نحن لاحظنا المقاتلين، يعني الحقيقة الجو بارد والطقس كثير بارد، ولاحظنا أن المقاتلين كثير بردانين. تزامنا مع غياب المساعدات للتدفئة بالنسبة للمقاتلين. فأنت كقائد يعني كقيادي ماذا أنتم فاعلون للمقاتلين؟ نحن شايف انت كيف الظروف الجويه صعبه كثير عندنا هلا، الدنيا شتويه، نحن بحالات رباط على الجبهات مضطرين نضل متواجدين على الجبهات بغض النظر برد او شو، ونحن بايماننا بقضيتنا وايماننا بهدف الثوره تبعنا رح نضل محافظين على مناطقنا وعلى اراضينا سواء كان برد او غير برد، ثلج او شتاء او اي حاله جويه، نحن مضطرين نبقى هون حفاظا على ارضنا. سيادة الرائد، نحن لاحظنا في بعض المقاتلين وانتم شاعلين مثلا نار مشتعلة، فمن الحطف هذا كيف عم تدبر امورهم؟ النظام قاطع كل وسائل التدفئة على المناطق المحررة، يعني كان مازوت او بنزين او غاز كلها هاي مقطوعة عنا، نحن عم نضطر نستخدم الاخشاب واغصان الشجر، حواجز النظام اللي حررناها حول حواجز النظام، كل الاراضي النظام قام بقطع الاشجار، كان عنده سياسة قطع الأشجار، نحن هالأشجار اللي انقطعت عم نقوم بعملية كسر الأغصان والتدفئة عليها. سيادة الرائد، بات معروفا أن الائتلاف هو غطاء سياسي للثورة ويمثل الثورة السورية في نظره طبعا حسب ما يقول، هل تصلكم مساعدات من الائتلاف سواء كان بخصوص التدفئة أو التغذية لمقاتلي الجيش السوري الحر؟ الائتلاف يا دوب يساعد حاله، الائتلاف ملتهي بالسياسي وملتهي بالتآمر على الشعب السوري. الائتلاف ما اتصل فينا وسألنا انه نحن عم ناكل او عم نشرب او عم نتدفى ما بهمه، لذلك نحن ما بهمنا الائتلاف. الائتلاف خليه يفاوض خارج الحدود، وبالاخر اهل الارض هي سياسة اهل الارض هي اللي راح تتنفذ وراح تطبق على الارض. خارج الحدود اللي عم يطبق سياسي او عم يفاوض سياسي يطبقها خارج الحدود. نحن كل شيء خارج الحدود ما بنعترف على سياسته، السياسه اللي بنعترف عليها هي سياسه الارض. ما فطنانين فينا ولا لهم خبرنا ولا اي اتصال معهم ولا اي اتصال بيننا وبينهم.
إذا في نهاية الجولة لا يسعنا إلا أن نشكر سيادة الرائد جميل الصالح قائد تجمع ليت وكتائب العز التابع للجيش السوري الحر في ريف حماه. الله يعطيك العافية أخي. بس حبينا ناخذ فكرة إنه كيف عم تدبروا أموركم بالتدفئة. والله يا عم نجيب من أغصان السجارة اللي كسرها الجيش وشلقها وعم ندفى وبندبر أمورنا منها وبندفى ونطبخ عليها ونسخن مي عليها وبندفى هون عليها. هذه السجر كلها يدو سلع الجيش وعم نجيب منه هاي كلها شجر شلعوا وعم ندبر حالنا منه. بالنسبة للبرد يعني الأمطار العاصفة الثلجية والله برد موجود وشتاء موجود الحمد لله رب العالمين. بدنا نصبر، ايش بدنا نسوي؟ بندشر يعني بدنا نصبر. إذا على الرغم من البرد القارس والصقيع فهم مرابطون على الثغور حتى يأذن الله بنصره أو ليقضي أمرا كان مفعولا. كان معكم محمود الحمود من ريف حماه لقناة السوري الحر.